تفسحش. صباح الخير على كل متابعينا في كل مكان. معاكم في تقرير جديد من محافظة المنوفية. يوم الجمعة اللي فاتت احنا سجلنا مع السيدة زكية. الست قالت انا عيالي ضربوني ورموني في الشارع. الكثير من الاتهامات اللي وجهتها لأولادها. فأولادها تواصلوا معنا وقالوا احنا لينا حق الرد واحنا عايزين نرد على اللي قالته هذه السيدة عننا. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا عم اشرف؟ الله يسلمك. وصلت لي. وحضرتك طيب والصحة والسلامة. حضرتك ابن الست زكية. ايوه فهمت. اتفضل. تواصلت معانا وقلت ان انت حابب ترد على الاتهامات اللي وجهت ليك. عايز اقول لحضرتك ان الكلام اللي كله قالته الحاجة ما حصلش. والدتي حاجة 8 مرات ومعاها ارصدة في البنوك وبتاخد معاش محترم عن ابويا، بتاخد 4100 جنيه وبتمشي تسول في الشوارع، كانت بتخدم في البيوت الاول وهي بصحتها. وتسرق في البيوت، والبيوت اللي بتسرقها انا بقى طالب بشرقتها بعلم اخواتها وبعلم البلد. يعني ايه بتطالب بسرقتها؟ يعني الناس بيقولوا لي امك سرقتنا. وقالوا لاخوها قبل كده برضو اتصلوا عليه، امك سرقتنا، يعني بلغونا بالسرقه يعني. وبعدين وطالبونا بالسرقه. وبتمشي تساول دلوقتي، عامله اسمها في الجامعات الخيريه كلها، وبتمشي تساول في الشوارع وقعد على باب الجامع هناك اهي. وانا مش محتاجين، انا محججينها 8 مرات، 7 عمره وحجه سياحه، مش محتاجه يعني. هي النقطه دي بس. الست قال بعت لنفسك البيت وخدت الارصده اللي في البنوك وانت بتقبض دلوقتي المعاش بالنيابه عنها. حضرتك ما كانش توكيل عام، ده كان توكيل بريدي، كان من 20 سنه كانت عامله لي اقبض بيه المعاش، علشان هي عامله جمعيات هنا مرتبطه بجمعيات ادفعها لها. والتوكيل البريدي عمره ما يصرف رصيد بنكي، ده توكيل بريدي، عمرها ما عملت ليها توكيل عام، ولا مع ولد دلوقتي بصرف لها معاش. هي معاها فيزتها الخاصه وبتصرف معاشها الخاص، ما معيش انا لها حاجه دلوقتي. وكانت بتدعي انها ما بتصرفش معاش علشان تاخد من الناس وبتاع، لحد قريب كده وجابت برندات مضروبه، وبرند مضروبه هو ان هي بتاخد تكافل وكرامه. رحت انا مقدم جواب واقف تكافل وكرامه. وقفت لها تكافل وكرامه ليه؟ علشان بتاخد معاش ابويا، مش محتاجه يعني، مش محتاجه، ده غير الكراتين والاعانات اللي بتيجي بتجيلها ليه؟ مش محتاجين حاجه. وبعدين كانت قاعده معايا هنا، اللي مشاها من هنا ان انا مشيت الناس اللي بتجيب لها الحاجه. انا مش محتاجين تجيب لها ليه؟ لكن انا عمري ما مشيت امي ولا مشي مراتي. انا املك ايه عشان امشيها؟ هي قالت ان انت طردت مراتك وطردت عيالك بره البيت. انا اسفه في اللي هقوله عشان فكرة. الحرام حليف عينيك. انا ما طردتش عيالي، انا عيالي كان ليا بنت اخ وجالها عريس يتجوزها عرفي، فانا رفضت، فراحوا واقفين ضد عيالي. انا رفضت الجواز العرفي عشان هي بتاخد معاش جوزها وهو بياخد معاش مراته، وده تحايل على القانون، وانا ما اقبلش حرام، فعشان كده انا رفضت. فعيالي وقفوا ضدي، فما وقفوا ضدي راحوا مسلطين امهم، راحوا واخدينها وامهم ما مشيتش، اخواتها اللي جم خدوها، انا ما مشيتش مراتي، اخواتها جم خدوها من البيت من هنا. يعني اخوات مراتك جم خدوها عشان انت ما انتش موافق ان بنت اخوك تتجوز عرفي؟ ولا نعم اللي هو نعم. سلطوها معاهم. سلطوها ازاي؟ انضمت معاهم ان انا وافق. وبعدين هذه سيده طمنين هتتجوز عرفي، ومنين انت عرفت انها هتتجوز عرفي؟ ما هو انا انطلبت مني انا، لان انا اعتبر انا 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 كبير بنت اخوي، انا اللي يعني انا اللي مجوزها قبل كده مرتين بس جواز شرعي، فانطلبت مني انا. فاما العريس جه وطلب مني جواز عرف قلت له اسف مش عارف. فامها قالت لها، قالت لي انا عايشه ما متش، هعمل اللي انا عايزاه. قلت لها اعملي اللي انت عايزاه بعيد عني، انا ما احضرش غلط. وانسحبت. بسحب عيالي ما رضيوش، اتسحبوا فوق في ضدي. ابني ضربني وكرشني من البيت وخد البيت، وانا اللي كاتبه له ومديه له. طب انت كاتب لابنك البيت ليه؟ كتبت له البيت علشان كانت امها هتاخده تديه لتحيا مصر. تتبرع بيه. منين هذه السيده متسوله وبتشحت وبتاخد اعانات، ومنين هتتبرع ببيت يعني بقيمه 400,000؟ مش محتاجه. هي اديتك ان زوجتك اديتك 4 قراريط بنيت بيهم البيت، وحضرتك دلوقتي رايح تتجوز عليها. لا انا ما خدتش منها، اخدت منها 40,000 من 30 سنه، راحوا طبعا في مصاريف البيت. يعني بقيمه 4 قراريط. ما هما كانوا 4 قراريط. 40 باعتهم وادتك فلوسهم. النهارده بتطالبني ب 400,000 جنيه. اه في الوقت ده بيضغطوا عليا وعايز 400,000 جنيه.
عشان حضرتك هتتجوز عليها ولا؟ لا انا ما كنتش هتجوز عليها عمري وهي معايا، عمري وهي عارفه. انا قلت لها هنبيع البيت ده مش هسيب بيت. امال هي سابتك ليه؟ ما انا مش قلت لها مش هبيع البيت ده ومش هسيب بيوت للعيال، قلت لها هبيعه واطلع احج انا وانتي ونعيش اليومين اللي احنا عايشينهم. قالت لي لا اكتب لي نص البيت، ضغط على ان ما بيعش البيت يعني. فجيه مشتري يشتري قالوا لي ادفع لها 400,000. هي دلوقتي سايبه البيت وغضبانه ليه؟ انا مش فاهمه. عيلها خدوها علشان يبقوا دراعي انا. يروا دراعك بايه؟ بان انا وافق على جواز العرس وكده. هي الست الست اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ اتجوزت. يبقى يروا دراعك بايه؟ ما هم دلوقتي عاصيني. ما هم دلوقتي ما بيكلمونيش. انت خدوا مني البيت وطردوني. خدوا منك البيت؟ لا انت ما كتبته لابنك عشان خاطر ما تدوهوش لامك. عشان والدتك جالها تمكين بالبيت، فعشان خاطر ما تتمكنش من البيت ما بعته. رغم ان انا شاريها، انا شاريها انا واللي كاتب العقد اخوها، شاري البيت ب 3000 جنيه من 30 سنه، كان ربع قراه. وهديته كان بالناي، هديته وبنيته، صرف عليه 400,000 جنيه. فطبعا الفلوس بتاعت مراتي راحت فعلا في المعترف ان انا خدتها. راحت في المباني وفي الجواز وفي تعليم العيال ده من 30 سنة، أنا شاري البيت ده من 7 سنين بمكافأة شغلي. كنت أنا شغال في شركة تمويل واخد مكافأة شغل اشتريت بها البيت ده من 7 سنين. عم أشرف خلينا كده نقول المشهد كامل اللي موجود دلوقتي. والدتك عايشة فين؟ عايشه لوحدها في شقه جنب مني. يعني انت عندك بيتين وعايشه عايشه في شقه لوحدها. شقه ايجار، مين اللي بيدفع لها الايجار؟ هي اللي اختارت، جمعيه من الجمعيات الخيريه. هل منطقي يعني بما ان حضرتك بتكلمني بدي من اول ما دخلت، يعني هل منطقي ان والدتك قاعده لوحدها في شقه ايجار وجمعيه هي اللي بتدفع لها وانت عندك بيتين؟ يعني هل ده شايفه صح؟ ما انا ما احوشش، انا واخويا ملكها. اولادك اللي طردوك من البيت، يعني ما وقفتش لحظه مع نفسك كده وقلت يمكن اللي بعمله في امي يعني اديه بيترد لي على حياه عيني؟ ممكن تكون دعوه الولدين فعلا مجابه، بس انا ما ظلمتش حد. ممكن دي دعوه مجابه يعني وربنا استجابها، لكن انا ما ظلمتش حد، انا ما طردتش امي من البيت عمري ولا اجرؤ اطردها، هي اختارت طريق تاني ما يمشيش معايا هنا، وعرضت عليها من امتى تيجي اسبوع، قلت لها تعالي اقعدي معايا، قالت لي لا. قلت لها تعالي اقعدي معايا في البيت برضه رافضه. هي قاعدة لوحدها، هي كده يعني بتقول لك أنا كده مبسوطة، أما كانت قاعدة معايا هنا لما تلاقي 26 كيلو لحمة. قالت أنا هنا أنت قطعت بيها السجون، قلت لها ده اللي بيضحي ما عندوش 26 كيلو لحمة. إحنا لما رحنا سجلنا معاها وريتنا أكلها وريتنا العيش الناشف والرز المعجن اللي هي بتاكله. الأرصدة في البنوك الأرصدة في البنوك قالت إن حضرتك خدتها بالتوكيل اللي هي كتبته لك. لا أنا ما فيش توكيل عام معايا. هي قالت انها مضت لك على توكيل عام وبناء عليه انت خدت البيت وخدت الارصده اللي في البنوك وخدت كل ما تملك وبتقبض المعاش. كان توكيل بريدي بصرف المعاش والتوكيل البريدي عمره ما يصرف رصيد بنكي. اسالي حضرتك كده، انصرف رصيد بنكي يبقى انا خدته. ده توكيل بريدي وكان من قيمتي 20 سنه عشان اصرف لها، كانت من ضمن الجمعيات هنا وهي في الحج ادفع لها الجمعيه اللي هنا. قلت لي رفع عليك قضيه نفقه. منين رفع عليك قضية نفقة ومنين بتاخد معاش 4000 وحاجة؟ جابت برندات مزورة و وقدمت للمحكمة برندات مزورة؟ ما اعتقدش ان حضرتك بتقوله ده صح. وخدت نفقة وعادي مش مشكلة، احنا بندفع لها النفقة. واما جت بقى دلوقتي رفعت النفقة اللي هي بقيمة 250 جنيه تقريبا. 250، انا واخويا 250، عملت استئناف لحد ما وصلتهم 500، رحت مقدم البرند التأميني ورفعت دعوة دلوقتي ببطلان النفقة خالص. ايوه معاك، خدت بال حضرتك؟ فانا ما طردتش حد والبوت مفتوحه لهم، انا ما طردتش حد وما جرؤش اطرد حد. خدت بال حضرتك؟ يجوا يقعدوا، لكن جواز لما هتجوز يعني ما يسيبوني 8 شهور مرمي. طيب نرجع تاني لنقطه الجواز بقى، كنت بتقول لي ان انت تزوجت هذه السيده من 40 سنه صح؟ أيوة كده؟ أيوة. ست بنت اصول وطيبه ومحترمه وعاشت معاك على الحلو وعلى المره والابيض والاسود. ولما ورثت 4 قراريط من اهلها ادتك ورثها كامل، النهارده حضرتك جاي تتجوز عليها. عشان سابتني ومشيت بدون وجع حق، انا ما غضبتهاش وما قصرتش في حقها، انا مستتها بقى لها 40 سنه. مشاكلكم العائليه طبعا انا ما اعرفهاش، واكيد لو سمعت من الطرف الثاني اكيد هيبقى ليه راي ثاني، ولكن الست اللي عاشت معاك 40 سنه بالطريقه دي اكيد مش هتيجي تغدر بيك في اخر الايام. لا سمعت التسليط واللوي الدراعي انها تلوي دراعي وتمشي مع اولادها، ان انا اكتب لها، انا ما بكتبش حاجه لحد. احنا عايشين كلنا، طب هم اللي هيورثوه، اكتب لها وعيش معاها ازاي؟ هي هم طالبين فلوس، اما بيع ياخدوا فلوس، يدوني انا فلوس وانا امشي. لان دلوقتي بقت ماديات، يا مدياني النهارده 40,000 من 30 سنه، هي عايزاهم 400 دلوقتي، يدوني انا 400 وانا امشي. احنا كده لو احنا يعني قلنا المشهد كامل، لكن انا حضرتك حاجه لواحده ست.
ما بكتبش حاجه. واحده ست ولما اديتك ورثها لواحد راجل ما كنتش جوزها، ما كانش ميعاده ان انا ادفعه في 2024. ما كنتش جوزها يعني ايه مش هدي واحده ست؟ اما هي لما اديتك ما كنتش واحد راجل يعني. ماشي ماشي. طب امال ايه الفرق؟ ما كانش ميعادنا ان انا ادفعه لها في السنه. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ولا كانت داخله معايا شركه استثماريه. ايه الفرق؟ الفرق انها طلبته في وقت لما ادتك، لما ادتك كنت واحد راجل، كنت شريك حياتها، كنت ابو ولادها، ودلوقتي لما تديها حقها مش مراتك وشريكه حياتك وعاشت معاك 40 سنه على الحلوه والمره، اعتبرها نهايه خدمه. أنا يا عم ما ذكرتش ان انا خدت ده حقها. حقها ماشي، بس بنطلب دلوقتي 400,000 اجيبهم لها منين؟ اما ابيع البيت تاخد 400,000 يا تديني اياها 400,000 وانا امشي. لكن كتاب انا ما بكتبش حاجه لحد، وما بقاش تحت ضغط حد. دلوقتي بقت حد، ولما كنت بتاخد ورثها من 40 سنه ما كانش حد، ما كانتش حد. كل حضرتك اذا كان ابني اللي اغلى منها طردني من البيت. يعني عملوا زي سيدنا يعقوب، قال لهم وياكلوا الديب، كلوا الديب. يجوا انا كتبت البيت لابني، طردني منه، يقول له اكتب دار اخر. ما ينفعش. طب ما خدتش بالك ان كانت ودين تدان مثلا؟ هي غلطه وبتحملها وبدفع ثمنها، ان انا كتبت البيت لابني. بدفع ثمنها، الله لا يبارك له، هنعمل ايه بقى؟ في نهاية اللايف أنا حابة أقول لك إنك لازم تعيد حساباتك يا عم أشرف، ما بقاش في العمر كتير. والدتك دلوقتي برة، برة بيتك في الشارع، واحد هو اللي بيدفع لها إيجاراتها، ابنك طردك من البيت، ابنك طردك من البيت، دي ست 82 سنة يعني أيا كانت مش محتاجة ماديا، أكيد محتاجة، محتاجة خدمة ومحتاجة مراعية ومحتاجة كتير. حضرتك لو محتاجة أنا وأخويا في ناس، في ناس يتمنوا أمهاتهم ترجع ولو يوم واحد. عندنا بيوتنا ومصورين والحمد لله. في ناس يتمنوا لو أمهاتهم ترجع لو يوم واحد. زوجتك الست الأصيلة، بنت الناس اللي عاشت معاك 40 سنة على الحلوة والمرة، اللي ادتك ورثها بنيت بيه البيت. هذه السيدة برضو محتاج يعني المشهد جميل، أنت محتاج تعيد النظر. وتيجي أنا بس أنا هتجوز عليها ده أكيد، أكيد. ده أكيد. ده أنا خدت درس من مشيهم من 8 شهور انت خدت درس، بس اعتقد ان ال 40 سنه اللي هي عاشتهم معاك هم ادوها اقوى درس، بس تقريبا بعد فوات الاوان. ختمتها برضه، ختمتها بانها يعني ايه، بانها اتخلت عن جوزها. واتخلت عنها ليه؟ في حلقه التسليط. تسليط ايه يا عم اشرف؟ الست المحترمه ما بتسمعش تسليط. هي الضحيه، هي الضحيه مش انا الضحيه. الست المحترمه ما بتسمعش تسليط. انا مشيتها ولا قصرت. انت انت بلسانك قلت لي دي كبره، ست كبره، الست الكبره هتسمع تسليط وهتسمع مش عارف ايه؟ ما اعتقدش. يعني سمعت التسليط وسمعت وراهم مش هينفعوها، لكن اجلا انا هتجوز، ان رجعت هتجوز، ما رجعتش انا هتجوز، لان الثمان شهور دول ادوني درس. هي مش كانوا من نقطه ضعف اللي انا كنتش بعرف اعمل حاجه، ولا اطبخ ولا البس ولا اعمل ولا قعدت، ما دخلتش واحده ست بيت لحد وقتنا هذا. قول لي يا عم اشرف، هل هي كانت متعوده انها تغضب كده طول الوقت خلال يعني ست محترمه ما بتسيبش بيتها يعني اللي هي عملته ده اكيد واقفه. وقلت لها حضرتك ما تخلينيش احطك في حيره بيني وبين عيالي مره، قالت لي اختار عيالي، قلت لها انت اخترت الدنيا، انا غضبان عليك طول ما انا عايش، خليهم ينفعوك ويدخلوك الجنه. وضحت وراحت مع عيالها وقاعده في بيتي. قاعده في بيت مين؟ قاعده في البيت اللي انا سبته لمحمد ابني. مش قاعده عند اهلها يعني. بس هو كله لوي دراع، بيلوي دراع، ولا دراع ما يتلويش، انا عايش راجل اليوم اللي انا عايشه. خدت بال حضرتك؟ وعيش لواحد احسن ما اعيش ببلد واغضب ربنا. ايه انا مش مزنوق على حاجه، انا اتولدت لوحدي، هعيش لوحدي، هموت لوحدي، هبعث لوحدي. مش ما بقاش تحت لوي دراع حد. طيب بما انك هتعيش لوحدك وتموت لوحدك وتبعث لوحدك، امال انت بتقولي انت خسرت عيالك عشان خاطر انت ما وافقتش ان بنت اخوك، بنت اخوك تتجوز عرفي اللي هو هي يعني الاشهار بين العائلات وكده، والعقده يتسجل وكل حاجه، ولكن انت ما وافقتش. طب ما هي برضه هتبعث لوحدها. يعني انت خسرت بيتك ودمرت بيتك عشان خاطر بنت اخوك اللي هتتجوز مش عارف ايه؟ هم عيالي بيضغطوا عليا وبيشرطوا عليا اعمل اللي هم عاوزينه، يا اما ما ينفعش، وانا عمري ما امشي اعمل اللي هم عاوزين في اللي يغضب ربنا. عم اشرف زي ما قلت لك ليس في العمر بقيه، انت دلوقتي والدتك مرميه في الشارع، قالت ان انت طردتها وكررتها من ملابسها وخدت وعملت توكيل لنفسك، مضيت لك على توكيل خدت بيها البيت والارصده اللي في البنوك، اولادك طردوك من البيت، زوجتك تركتك، سابتك، كل ده يخليك تقف واقفه مع نفسك وتعيد حساباتك مره ثانيه. لازم التوكيل حضرتك يتعمل في البوسطه، مش انا اللي بعمله، بيمضونا احنا الاثنين، بيمضوها هي، انا ما اقدرش اعمل توكيل من بره كده وتمضي لي عليه، وكان توكيل بريدي مش توكيل بنكي ولا توكيل عام. فازاي انا هسحب رصيد من البنك؟ يعني معاها ارصده في البنوك اهي من كلامها،
يبقى انا مش كذاب. طب معلش يعني مراتك ست جحد؟ مراتي لا جحدة، سابتك هي 8 شهور يا عيني وانت يا عيني ولا بتاكل ولا بتشرب ولا اي حاجه يا حبيبي. طيب وامك برضو ست جحدة؟ لا امي ما كرشتهاش برضو، بس مرميه في الشوارع. ما هي خالص. وعيالك عيال جاحدين؟ كل اللي حواليك جاحدين يا عم اشرف، وانت اللي ما شاء الله عليك يعني انت اللي ماسك. معلش السبحه حضرتك، امي مشيت باختيارها، انا عمر ما امشي امي، هي مشيت عشان انا برفض الناس يجيبوا لها حاجه هنا بيتي. وبترفض ليه يا عم اشرف؟ ما انا مش عايز يعني ناس هم مستغلبينها وعايزين يدوها. مستغلبينها لو محتاجه يا امال هي مش محتاجه؟ لو محتاجه انا دخلت بيتها، انا دخلت بيتها وصورت بيتها وشفتها عايشه ازاي وعيشتها عامله ازاي. لا 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 ده كل ده تمثيل. يعني ايه تمثيل؟ ست عندها 82 سنه. طب حضرتك العكاز اللي هي كانت المشايه اللي هي كانت متصوره فيها في الفيديو دلوقتي هي قاعده على باب الجامعه اهي، مش ماشيه ليه بالمشايه؟ انا ما شفتهاش دلوقتي وهي انت قلت لي قاعده بالعكاز. هوريها لك دلوقتي حضرتك. ما انت قلت قاعده بالعكاز. هتفرق هتفرق ايا كان، ما هي ماشيه في الشوارع مراتك وعيالك. دخولك عليها حضرتك الشقه تمثيل برضه. يعني ايه تمثيل؟ عايشه عيشه حلوه، امي ما بتاكلش الا بسمنه بلدي، احنا بناكل كده بتاع، امي ما بتاكلش الا بسمنه بلدي، عايشه عيشه نزيهه جدا، لكن يمكن كانت عارفه ان حضرتك جايه تصورها ما جيتيش على بخت، لكن اهو امي اهي حاجه 8 مرات وعلى لسانها بتقول ان انا سحبت ارصدتها في البنوك، يعني معاها ارصده رغم ان هي قالت بنفسها انا يعني نهايتي الخدمه ادوها نهايه خدمتها، وحضرتك خدتها ودخلتها في البيت وخدت ورثك مراته وبنيت بيه البيت ودلوقتي طردتهم كلهم وحضرتك كده. نهايه خدمه مامي هي ليها نهايه خدمه؟ هي كانت شغاله ده معاش عن ابويا. امي بتاخد معاش عن ابويا، هي كانت لها نهايه خدمه، كانت موظفه، انا اللي موظف وخدت وخدت مكافاه نهايه خدمه وشربها. يمكن الناس رضوها قبل ما يمشوها الله اعلم. لا 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 لا, لا ما هو رضو يعني كان معاها. بناء على ذلك التوكيل البريدي عمره ما يصرف توكيل رصيد بنكي، اسال اي حد شغال في البنوك او اي حد شغال في البريد. في نهايه كل دي ادعاءات حضرتك، في نهايه حديث معاك. البيوت مفتوحه، معلش مع حضرتك اقول كلمه اخيره، البيوت مفتوحه لهم، انا عمري ما اكرش حد، وبيت اخويا مفتوح برضه لهم، انا ما اكرشش حد. في نهاية، لكن انا ما ينضغطش عليها وما يتلويش ذراعي، معلش مع احترامي ليك. في نهايه حديثي معاك اتمنى ان انت تعيد حساباتك يا عم اشرف، ليس في العمر بقيه. شكرا جدا. حابب تضيف اي حاجه قبل ما اقفل؟ احنا جينا لك لان ليك حق الرد طبعا وسمعنا منك. انا بشكرك وبشكر الساده المشاهدين وبشكر كل الناس كلها. شكرا ليك. شكرا ليك، شكرا لكل متابعينا في كل مكان، كنت معاكم من محافظه المنوفيه.